اطر ديال المرشيكا اللي كاينين لأنك هناك كلام لا ماشي من الناظور غير ولاد الناظور خصهم يخدموا ما خصهمش يخدموا سبحان الله ولاد الناظور في العالم كله اولا منهم انا واحد الله يرحمه مشى من الناظور عنده عشر سنوات مشى للجزائر ومن بعد مشى للدار البيضاء ومن بعد مشى لطنجه وخدم واشتغل وعمل وليداته واحد منهم انا وانا ريفي الاصل خالق في طنجه عندي كارت ناسيونال ديالي فيها كا قالك لا راكي كيخص تخدم غير اس اللي عنده اس عشان شنو اللي عنده اس هو اللي خلقها في الناظور عمل كارت ناسيونال في الناظور واللي ما عنده اس ماشي بنادم ماشي مهندس ما قاريش ما يخدمش في الناظور هذا راك يعاقب عليه في القانون الدولي هذا الكلام هذا هذه هاد العنصريه كيقولوا للناس هذا الشيء ماشي معقول وكالة سيروا سيدي عند الوكالة كتقول سيروا شوفوا ش... الوكالة الآن فيها 67 ولا علين وصلنا 70 في المية ديال ورد الإقليم مهندسين مديرين مشي راه تشوفوهم وتتكلموا معهم شوفوا منين هذه منين هما هذه الاولى ولكن ماشي المعنى ديال انه حنا تابعين شي ضغط ولا لا حنا عندنا مسطره كنتبعوها اللي جا ديتاشي بحال سي عباس القاضي كان في البلديه جا ديتاشي هو ولد الناظور راه دخل ديتاشي غير كيدخل بلا كونكور بلا مباراه بلا حتى حاجه شهر زاد كانت في ام هاجر كانت في البلديه جات دي الوكاله ديتاشي ما كدوز لا كونكور لا حتى شي حاجه ابركان اللي هو مدير القطب سميته مدير ديال الفونسي ديال اللي هو العقار فين كان؟ كان في بلديه جاء جا ديتاشي عباس مكلف بالاشغال مدير ااا أه سميتها شهرزاد مديرة القطاع السوسيال يعني الاجتماعي ااا أه هاد الاخوان كلهم جاو من من بسهولة يعني ديتاشيك تيجي اللي جا من وزارة المالية من الرباط مثل السي اه الادريسي واللي هو كنطلب منكم تمشيو تسنتوا عليه باش يقول لكم المسطرة وكيفاش كنتبعوا بالضبط المسطرة ديال التشغيل لان هناك في الحكومه ملي جات الحكومه الجديده عطات هناك سيركولير متبع كيفاش كنشغلو ولكن ماشي هادي معنى ديالها ان اللي اللجنه بحال اللي قال هذاك السيد اللي اللي عامل الضجه والهراج وكيخلص كاع كيشري كاع دي دي باش يدوز هو في عندكم في لي سيت يمكن ماشي عندكم لا عند الاخوان الاخرين ما يدخلش المارشي كان لان داك السيد ما عندوش العقل كيفاش غيدخل المارشي كار خصو يمشي للسبيطار ديال البيسيكياتريك جو فو اسيغ هو كيسمعني هو يا اخي سير بعدا داوي راسك لان هذاك السيد ما كانش غير اللجنه اللي شفتو اللي طلقت معاه اللجنه بعدا الضرب معاها عمركم شفتو شي واحد كيجي يدوز كيدوز أه الكونكور ولا المباراه كيضر مع اللجنه بعد عمري ما سمعت انا ولو يكون يحس راسو انه ما يخرج كيخرج بالاداب السلام عليكم الله كيمشي هذا ضرب معالجنا من بعد لما تختار واحد الشخص اخر دوز دو المباراه قال هذا ماشي من ناظر فعلاً ذاك السيد كان ممتازه ماشي بنادم هذا السيد اللي ممتازه ماشي انسان ما يخدمش مارشيكا هذا هو اللي, اللي كيقول هذا السيد اللي كيهاجم كي بانه مخدمش مار ما خدمش بان مارشيكا كتشغل مارشيكا كتشغل مارشيكا بان هذا هو الكلام ديال السيد اللي كيقول هذا السيد كيقول ان مارشيكا ما تشغلش كتشغل في أولاد ولاد الناظور غير حاشاكم اللي كيجمعوا الزبل اما المسؤولين كلهم كتجيبهم من الرباط هذا هذا الانسان يعني انا كنظن انه العقل ما عندوش ولا ما عندوش العقل يمشي يدير العقل ومرحبا به نهار يكون عنده العقل يدوز لي كونكور مرحبا به اما دابا راه ما عمرو يخدم في مارشيكا علاش لان تكلم معايا في الهاتف تكلم قد... قد تكلم مع الكاتبه ديالي قال لها انه هو صحفي من فرنسا وانه هو هذا باغي يتكلم معايا وكيحاول وتكلم مرارا هو قلت لها انا كنت في المكتب حيت ما كنتش كنت مسافر وكنت في في, في ابيدجان هذا قلت لها دوز لي السيد ندوي معاه تكلمت معاه نصف ساعه وهو يتكلم معايا في التليفون عرفتي باش كملت معاه قلت له يا اخي انت كخصك تمشي تداوي راسك وبالله العلي العظيم اللي قلت له وانا كنقول له ولا تخدم معايا في مرشيكا حتى تدخل حتى تمشي وتجيب شي سيرتيفيكا بان عندك العقل قال هو انه كيخدم في شامبير شركات كبرى وانه فرنسا وانه مع شنو انا ما تعود ليش انا مش حابلك انا عاد جيت من عاد من البارح خدمت في الستام ما في خدم ما كاينش شي شركه اللي دوز فيها هو اكثر من ست شهور ثلاث شهور ست شهور هادشي اللي كيدوز ملي كان حنا ملي كنشوف السي في وكاع ما يكونش الكونكور ما تكونش المباراه جا شي حد عندي بغى يدخل يخدم كنقرا السي في ديالو ملي كنشوفو كينقص من هنا لهنا لهنا كنعرفو بعدا راه ماشي اهل باش يخدم لان اللي هو مثبت كيخدم كي عامين ثلاث سنين وكيغير اما اللي كيغير كي على شهرين ولا ثلاث شهور كيكون كي عنده مشكل اذا هاد السيد هذا ديجا بعدا اللجنه ما كتخصها حتى تقبلو باش تشوف ملي السي في ديالو ما خصوش حتى تهضر معاه وهي ورغم ذلك كان ناظور وشافوا لو كا ديالو قالوا حنا نسمعوه ونشوفوه زاق هو دابا كيقول هو اينشتاين ديال الاوديت في العالم هو احسن واحد اللي كاين في الاوديت وهو بدا يجبد كاع الشخصيات في فرنسا سير اخويا خدم مع من ما بغيتي ما تخدمش معنا على حال حنا اللي كاين ملي انك انت في هذا المستوى هذا وراه تبارك الله المغرب بعدا كبير سير يخدم فيما لا انا ولد الناظور باش تخدم وانا هذا وانا هذا وانا هذا يدخل المارشيكا اللي عنده العقل اللي ما عندوش العقل الله يعاوننا ويعاونو هادشي اللي نقول لكم على داك السيد ومشيوا للمارشيكا وشوفوا واحد بواحد كنطلب منكم تبداو من اللي من الباب وانتم طالعين ومنين تكملوا تما جو ميد ولا بغيتو تمشيو لابيدجان عاود تشوفوا عاود الناس اللي صاحبي ختامين من المغرب هما راه كاينين في ابيدجان وفي ابيدجان كنخدمو حتى الايفواريين وقبيله قلت ان المجلس الاقليمي انا مرحبا بجوج ديال المعطلين اللي كاينين هنا ناخذ جوج اللي هما كيستجبوا من بعد الـ 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 يعني المتطلبات ديالنا في افريقيا يمشيو يخدموا معنا على انا نمشي نخدم في افريقيا والسير البغدادي حتى هو والسير الهواري اللي كان هنا يمشي يخدم وهذا هو اللي خصو يخدم غير في الناظور لا سيدي يلا انتم تخدموا معنا نمشيو في المشروع ديال سيدنا الله ينصرو خدامين سيدنا كيمشي كي للدول الافريقيه ديال الشرق يمشي للدول اللي هي ديال الانجلوفون وليا فرانكوفون وشفتوا شحال من دوله اللي مشى لسيدنا ودابا ملي حنا موجودين في افريقيا يلا سيدي تخدموا معنا حتى انتم باش نقول لكم ان الناس اللي معنا اليوم هناك آه لي زونغلوفون يعني غادي غادي تكون غادي يدرسوا الانجليزيه باش نقول مثلا نسي البغدادي ولا السي الهواري ولا سي بلعوشي ولا اللي خدامين ولا ولا آه سهرا زاد يلا نشوفوا السوسيال في في جهه يعني في, آه في آه في المن... يعني الدول اللي كتكلم الانجليزيه خصنا نكونوا نجيد اللغه الانجليزيه نجيد اللغه الاسبانيه نجيد اللغه البرتغاليه وغير ذلك يعني لان لا فيزيون رويال بور لافريك اون فيزيون نوبل العالم كله كيتكلم عليها العالم كله باغي يمشي مع جلاله الملك أفريقيا. يعني معنا وين وين يعني شراكه اذا يلا مرحبا افريقيا يلا اولاد الناظر اليوم كاينين تا يمشي معنا إفريقيا. يشتغلوا ماشي غير النور اولاد نمشي نقطعو غير كنا كنقطعو من فوق ونهبطو لتحت لتحت فين كاين المستقبل ديال العالم افريقيا هي مستقبل العالم لاشين تغزو افريقيا فرنسا طبعا موجوده في افريقيا اسبانيا الاتراك اللي هما هما كيسمعوني هما معنا اليوم جاو يشوفوا في مارشيكا وجاو الاسبوع اللي فات باش يشوفوا الاستثمار موجودون وطلبون منا باش يكونوا شركاء معنا في افريقيا فيلا اخويا حتى حنا يلا نمشيو لاصحاب الناظر ولاد الناظر نمشيو معنا افريقيا وهذا اللي غنقول لكم على هذا يعني الضجه اللي كل مره ضجه كل مره شيء الضجه اللي عملها هذا السيد هذا وانا كنقول له شرا سيدي داوي راسك ورجع دوز لي كونكور في مارشيكا وشكرا